أخبار اليوم. في البداية أحب أرحب بحضراتكم في مقر مكتب النائب العام في القاهرة. حضور مؤتمر نعقده لأول مرة في سابقة لم تحدث لإحاطة الرأي العام المصري بحقائق وتفاصيل الزيارة اللي قام بها الوفد المصري القضائي والأمني لروما خلال الفترة من 6 إلى 8 أبريل 2016. كما أود أن أنا أحدد الإطار اللي هنشتغل فيه، لأن إحنا هنتكلم في تفاصيل وحقائق الزيارة، لماذا تمت وماذا تم خلالها ونتائجها. ولن يتطرق حديثنا إلى تفاصيل وحقائق القضية والتحقيقات، لأنها حتى الآن في مرحلة التحقيق. المفروض قانونا أن يتسم بالسرية لحين انتهاء التحقيقات، حرصا على الأدلة فيها والوصول إلى كشف الحقيقة في كافة أسرار فيها. وبعد ما نخلص الاستعراض اللي هنقوله، أنا على استعداد لإجابة أسئلة متعلقة بالزيارة فقط، غير مسموح بأسئلة تتعلق بالتحقيقات، لأن إحنا مش بنشغل بالقانون، وكلامنا كله هيبقى في إطار الزيارة. في البداية، التعاون القضائي ما بين مصر وإيطاليا يتم بشكل إيجابي، وإيطاليا من الدول من أفضل الدول التي تتعاون قضائيا مع مصر. ومن منطلق هذا فإحنا بنستكمل بنتعاون معهم قضائيا، وحريصين على استمرار هذا التعاون. حينما حدثت وقائع القضية وأراد الجانب الإيطالي أن يقف على حقائق الأمر، بادر السيد المستشار النائب العام المصري المستشار نبيل صادق على دعوة النائب العام روح إلى القاهرة بمبادرة منه، وتم استعراض ما اتخذ من إجراءات خلال هذه الزيارة التي تمت في 14/3/2016. وكان اللقاء وديا وطيبا، وشعر فيه الجانب الإيطالي أن التحقيقات تتم في مسار صحيح، واتخذت فيه كافة الإجراءات التي يتصور أن تتخذ من أي سلطة تحقيق في أي دولة. وتم الاتفاق في هذا اللقاء النهاية على أن يتم إيفاء وفد من وزارة الداخلية المصرية إلى هناك مع الفريق الإيطالي الذي وافقت وزارة الداخلية لأول مرة أيضا على حضوره إلى مصر، ومكث فيها لمدة شهرين، وشارك في كل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية. الزيارة بتاعتنا لماذا تمت إلى روما؟ وكان هذا الوفد يضم 2 من النيابة العامة وعدد من ضباط وزارة الداخلية. تمت الزيارة أولاً إعمالاً لمبدأ المجاملة الدولية والمعاملة بالمثل التي طلبتها السلطات القضائية الإيطالية. المبدأ الثاني تنفيذاً لما اتفق عليه مع النائب العام المصري في لقاء 14/3.
وحرصا من السلطة القضائية في مصر على التعاون القضائي الوثيق مع الجانب الإيطالي. وكانت زيارة الوفد الإيطالي على مستوى رفيع، حيث كان يرأسها من النيابة العامة النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة والنيابة المتخصصة، وأحد أعضاء النيابة بمكتب التعاون الدولي، وعدد من ضباط وقيادات الداخلية في قطاعي الأمن الوطني والبحث الجنائي. وصلنا إلى مطار روما، حيث تم استقبالنا استقبالا طيبا، وكان هناك حسن استقبال وحسن استضافة. تم وضع أجندة لعمل هذا اللقاء يوم 7 و8. تم في اللقاء اليوم الأول التقينا بنائب عام روما، السيد نائب عام روما ومساعده، وعدد من قيادات الشرطة الإيطالية، حيث كان أعضاء الوفد الإيطالي، السيد جوزيبي بنياتوني نائب عام روما، السيد سيرجيو كولايوكو مساعد النائب العام، وثلاثة من جهاز خدمة العمليات المركزية، ورئيس تجمع العمليات الخاص بشرطة الكابينيري، والطبيب الشرعي بجامعة روما. في اللقاء الأول الذي تم للوردين، تم تقديم واجب العزاء مرة أخرى لأسرة المجني عليه وللشعب الإيطالي. وكان هذا اليوم محدد لتبادل الملفات والاستجلاء وقائع قضية اختفاء المواطن المصري عادل معوض وقضية مقتل المواطن الإيطالي جوليو ريجين. الجانب الإيطالي بالنسبة لقضية عادل معوض شرح ظروف الواقعة والإجراءات التي اتخذتها الشرطة الإيطالية والإجراءات القضائية التي اتخذتها النيابة العامة في روما. وسلم الوفد الإيطالي للوفد المصري ملفا يتضمن هذه الإجراءات. وفي بداية اللقاء أكد السيد النائب العام أن هناك فريق من الشرطة الإيطالية مكث في القاهرة لمدة 2 شهر وسمح له باتخاذ كافة الإجراءات الوقوف عليها ومقترحاته، وطلبنا من الجانب الإيطالي أن يوافينا بالنتائج التي توصلت إليها الشرطة الإيطالية خلال 2 شهر فلم يقدم لنا جديد. استعرضوا الإجراءات التي تمت في إيطاليا، حيث تناول الطبيب الشرعي الإجراءات التحقيق اللي عملها هناك للتشريح لجثة المجني عليه، واتفق على أن التقرير الطبي الشرعي المصري في مملته وغالبيته متفق مع التقرير الطبي الإيطالي، ولا يوجد هناك اختلافات شديدة أو جذرية أو هامة. ثم استعرض بعد ذلك تحقيقات المسؤول عن تحقيقات في الجهاز الحاسب الآلي، وأكد على أن الحاسب الآلي اللي كان حصل عليه والدي المجني عليه أثناء وجودهم في القاهرة كانوا قد سافروا به، فالسلطات القضائية في روما حصلت على الجهاز واستخرجت منه أكثر من 530,600 ملف،
قدم لنا الجانب الإيطالي جزءاً من تفريغ عدد قليل من هذه الملفات، وأكد أنه جاري في تحديد برامج لاستعادة أو لكيفية الحصول على يفتح إزاي البرامج دي، لأن ليها كود سري، في منهم الكود السري الخاص بالمجني عليه زاد ومحدش يعرفه. وأكد أنه في سبيله لإجراءه وسيوافينا به نتائجه بمجرد الانتهاء. الملفات 596 و 751 ألف. 596 ألف 751 ملف على جهاز الحاسب الآلي. تطرق الجانب الإيطالي إلى الجزء المتعلق بسجل المكالمات الخاصة بالمجني عليه، وأكد أن الجانب المصري نفذ غالبية الطلبات بشأنه، إلا أنه في طلب كان يوم 8/2 في عدد من الأشخاص 3 أو 4 في جملة طلبات كتيرة ما كانش تنفذ، وهو أرسله عن طريق الانتربول، واكتشفنا أن إحنا لم يصلنا هذا الطلب ولم نعلم به شيئا إلا في جلسة 7/8/7/4. وبعد فحص الأمر تبين لنا أن كل الطلبات التي وردت في هذا الطلب أرسلت أيضا من النيابة في روما إلى النيابة العامة في مصر عن الطريق الدبلوماسي، ولذلك أحاطت بها النيابة العامة ونفذتها. أما الطلب الذي تحدث عنه في شاهد من يوم 8/2 فلم يرد للنيابة العامة، والطلب اللي بيقول فيه إن هو لم يكتمل عبارة عن سجل مكالمات 3 أشخاص كانوا على صلة بالمجني عليه، وأكدنا له إن ده ممكن يتم في خلال يومين وسنوافيهم به، ولو كنا علمنا به كنا أدلناه. الجزء الهام إن الجانب الإيطالي كان طلب من ضمن طلباته في بداية الأمر كاميرات المراقبة اللي موجودة في مكان اختفاء في محطة مترو الدوقي، وإحنا كنا طالبينه كنيابة عامة من الأول، واستعرضناه مع النائب العام في لقاء القاهرة، وتبين لأسباب تقنية إن ده بيتمسح أوتوماتيك، لأن كمان الجهاز ده حديث الإنشاء ما كانش لسه اتسلم. وقيل أن هناك بعتنا جبنا الشركة المنتجة وأكدت إنه هناك برنامج يمكن استخدامه في استرجاع، لأن إحنا كان النيابة العامة في مصر أرسلت للشركة المنتجة وسألتها وشكلت لجنة لاسترجاع المشاهد التي كانت استرجاع المشاهد اللي اتمسحت تلقائي بالكاميرا ذاتية، وهي شركة أمريكية، فأكدت أنه لا يمكن، وأنه في برنامج بتنتجه شركة ألمانية ممكن باهظ التكاليف ممكن ينتج ونتائجه 50% و50%، يعني ينتج وممكن يصل إلى الاسترجاع أو لا يصل. عرضنا الكلام ده على النائب العام وطلبنا منه المساعدة في ذلك، طلب منا البرنامج، بعتناه للبرنامج علشان إذا كانت السلطات الإيطالية ممكن تساعد فيه أو نتأكد من إمكانية إنتاج برنامج تكنولوجي يؤكد هذا. الجلسة الأولانية طلبنا من الجانب الإيطالي النتيجة لهذا الطلب، فما قدمناش نتيجة لأنه لسه ما يقدرش متوصلش فيها لأي نتائج. الطلب الآخر وهو محل الاختلاف، طلب الجانب الإيطالي أن الجانب المصري يوافي بسجل المكالمات الخاصة بجميع المشتركين
في الأماكن الثلاثة، مكان مسكن المبني عليه، ومكان اختفائه عند متن سوقي، ومكان العثور على الجثة. يريد سجلاً كاملاً لبضعة آلاف تصل إلى مليون، والوفي بيها ويقوم هو بإجراء التحليل. الجانب المصري رفض هذا الأمر، ليس من قبيل التعنت وليس من قبيل الإخفاء، وإنما إعمالا للدستور المصري والقانون المصري الواجبين التطبيق على هذه الواقعة، لأن هذا المطلب يتعارض ويتنافى ومخالف للدستور والقانون ويشكل جريمة في حق من يفعله. فأكدنا للجانب الإيطالي أنه هذا الإجراء، النيابة العامة في مصر بما لها من صلاحيات وفقا للدستور والقانون بتقوم به بذاتها، وسنوفيكم بالنتائج عند انتهائها. هذا الكلام كان في اليوم الأول. عقب ذلك استعرضنا من ناحيتنا مستجدات قضية مقتل المواطن الإيطالي جوليو ريجيني، المتعلقة بالعثور على متعلقات وأوراق تحمل اسمه. بالتفصيل، وما الإجراءات المزمع اتخاذها لاستدلاء الحقيقة كاملة. فانتهى اللقاء في اليوم الأول عند هذا الحد، والنائب العام في روما وجه دعوة على الغزاء للوفد المصري، وفي اليوم التالي تم استكمال اللقاء كان بالأمس. فطلبنا من النائب العام أن يقتصر لقاؤنا الآخر على النيابتين العامتين في مصر وفي روما، وأن يتم اجتماع الفريق الأمني مع الفريق الأمني الإيطالي. في هذا اللقاء قدم لنا الجانب الإيطالي طلبا جديدا يتمثل كان ليه هذه الطلبات، منهم طلب جديد إن في واحد سقط كانوا عايزين معلومات عنه بالنسبة لسجل المكالمات، وهم ما طلبوش قبل كده، وده صعب من طلباته، فقدموا لنا هذا الطلب الحديث، وطلبوا استكمال أوراق سؤال أحد جيران المبني عليه اللي إحنا سبق أرسلناه، فكانت الصورة مش واضحة وفيها ورق ناقص، فطلب وفاته وأكدنا له سلمته لأن إحنا بعتناه من الأول. أصر الجانب الإيطالي على موافقته بسجل المكالمات رغم مخالفته للدستور والقانون، وشرحنا له بالتفصيل أسانيد عدم قبول هذا الطلب، لكنه أصر أيضا مرة أخرى، وفي الآخر قال والله إنه استمرار التعاون القضائي وإصدار بيان مشترك مرهون بالاستجابة لهذا الطلب. فأكد الوفد المصري رفضه القاطع لهذا الإملاء وهذا الشرط، ولعدم تقديم هذا الطلب لمخالفته للدستور والقانون، ولن ينفذ تحت أي شرط وأي قيد. انتهى اللقاء بصورة طيبة، وبعد ما قدمنا طلباتنا بشأن المواطن المصري عادل معوض، تم دعوتنا على حفل غزاء، وكان اللقاء طيبا وبشكل ودي. وكان من اللقاء الغدا ما بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة في روما،
وحضره أعضاء الشرطة المصرية والإيطالية، وفي النهاية قدم لنا ممثل الشرطة الإيطالية شعار الشرطة، وتم توديعنا بصورة لائقة وطيبة. وفي نهاية قبل المركبة العربية النائب العام الإيطالي أكد لنا أنه سيوالي الاتصال بنا. هذا حقيقة ما حدث خلال اليومين. في نقاشي مع النائب العام في إيطاليا أثناء تقديمه مسوغات وأسباب قبولنا لطلب هذا الأمر اللي هو المتعلق بسجل المكالمات، كان يحاول أنه يؤدي مبررات قانونية إيطالية، لكن أنا عندي الواقعة يختص بها القضاء المصري، وأكدت له أننا ليس لنا علاقة لا بالسياسة ولا العمل السياسي وأي دوافع سياسية لا شأن لنا بها. في ختام اللقاء قامت الوفود الوفد الإيطالي بتوديعنا على أفضل نحو، وكان من المقرر في الأول إن إحنا نغادر القاهرة يوم النهاردة الساعة 12:15، ونظرا لأنه في إضراب في المطارات الإيطالية فاستعجلنا الوفدين المصري الإيطالي القضائي والأمني، استعجلنا العودة وغيرنا حجزنا على مساء أمس. هذه هي الحقيقة التي تمت.